قصد حضرتك على التقرير اللي خرج من مجلس الوزراء الاتجاهات الاستراتيجيه وثيقه التنميه ولا اتجاهات الاستراتيجيه للست سنوات القادمه. طبعا الحقيقه ده في مجال تخصصنا شويه. جميل جدا, اشرحوا لنا بقى بالراحه الله يخليك. لا ما هو ما ينفعش اشرحه عشان هو بيفتقد الى ابسط قواعد الاتجاهات الاستراتيجيه. هو زي ما حضرتك وصفتيه, هو اقرب الى احلام او اوهام, اهداف غير واقعيه لا توجد لها وسائل تنفيذ. يعني الوثيقه دي حضرتك لو بصيت عليها اكثر من 150 صفحه هتلاقي في كل صفحه رسومات جميله واشبه ببروشورات دعائيه واهداف وارقام. طب الارقام دي هتتحقق ازاي؟ عشان اضرب لك مثل, هم بيقولوا لحضرتك ان هم بيستهدفوا نمو الصادرات 20% كل سنه. صح. طيب النهارده الواقع بتاعنا ايه؟ الواقع بتاعنا ان الصادرات في مصر من شهر يناير لشهر سبتمبر, دي اخر تقارير, صادرات مصر انخفضت بنسبه 20% وخسرنا في التسع شهور 8 مليار دولار. يعني انت الصادرات بتنخفض 20%, طبعا ده بسبب عدم وجود دولار, الناس مش عارفه تجيب مستلزمات انتاج, في توقف لحركه الانتاج, في مشكله في التنافسيه, سيطره شركات المؤسسات العسكريه على مجالات الانتاج, خروج كثير من الشركات الوطنيه من العمل, فده بتكون النتيجه ايه؟ فازاي انا النهارده هو بيقول لك انا من بدءا من سنه 24 هزيد 20%, ما هو عايز يضاعف الدخل الدولاري بتاعه من 100 مليار ل 300 مليار, احدهم ان هو ناوي يزود كل سنه 20%. طب هتزودها ازاي؟ اذا كنت انت السنه دي بتقل 20% هتزودها 20%؟ ايه الوسائل مش موجوده؟ مثال اخر. معلش يا دكتور نقطة, لأن أنا بس أنا الحقيقة ما اطلعتش على الوثيقة اللي نشروها 150 صفحة, لكن أنا طبعا قرأت اللي نشر حواليها. يعني هو حاطط الهدف اللي هيحققه بدون ما يحط إزاي هو حاطط أهداف إجمالية وأهداف مرحلية, ولكن هل هناك وسائل حقيقية لتحقيق ده؟ لا طبعا. يعني عشان أضرب حضرتك مثال آخر, تحويلات المغتربين أو المصريين في الخارج, هو بيقول لك إحنا ناويين نزود تحويلات المصريين للخارج 10% كل سنة. طب إذا كانت تحويلات المصريين, عشان أدي لحضرتك مثال للأرقام تمت شكلها عامل إزاي, تحويلات المصريين طبعا إحنا بنقارن ثلاث شهور بثلاث شهور, كوارتر بكوارتر, آخر ربع طلعت أرقامه من يوليو إلى سبتمبر. أيوه. من يوليو لسبتمبر سنة 21 مصر كان بيجي لها تحويلات من المصريين بالخارج 8.1 من 10 مليار دولار. سنة 22 قالوا بقوا 6.4 من 10 مليار دولار. السنة دي بقوا 4.5 مليار دولار. يعني انت قليتي من 8.1 من 10 إلى 4.5. يعني تقريبا تحويلات المصريين للخارج قلت أكثر من 40%. ولسه متوقع انها تنزل اكتر لو فضل الوضع كده. مش عشان طبعا القرار اللي مش ذكي اللي طلع بتاع ان اي حد هيحول فلوس بره البنك هيتسجن 10 سنين, فايه اللي يخليني ان انا احول فلوسي؟ انا لو شغال في الدوحه ولا شغال في السعوديه ولا شغال في البحرين, احول قدام ان انا احول فلوسي ب 31 جنيه الدولار ولا ولا ده طلع امتى القرار ده يا دكتور؟ ده القرار ده اتمضى عليه من رئيس الجمهوريه من اسبوع او من 10 ايام. اللي هيحول يعني انا موظف في السعوديه في قطر في الهند في باكستان ابعت فلوسي مش عن طريق البنك انا اللي اتحبس؟ انا اللي في اي دوله تانية؟ لا هو لو حاولتي تداول للدولار خارج البنك فانا النهارده فما قدامكيش بديل, حضرتك حولتي فلوسك دولارات. ايوه. عايزه تشتري شقه, عايزة تصرفي على أولادك, تدفعي مصاريف الكلية, تعملي أي حاجة, فعايزة تغيري الدولار, ما قدامكيش غير انك تغيري الدولار في البنك ب 31 جنيه. لو غيرتيه بره النهاردة الدولار ب 58. أيوه. لو غيرتيه بره تتسجني 10 سنين وتتصادر أموالك. القرارات دي يعني بعيدا طبعا عن اقتناعنا بيها أو رفضنا, يعني ده ظلم مبدئيا, يعني طبعا ده ظلم طبعاً. لكن هل دي ممكن تفيد الاقتصاد؟ هل دي ممكن تساعد في حصيله دولاريه؟ ما ده اللي انا بقول لحضرتك عليه, ان احنا اولا الحصيله الدولاريه انخفضت من تحويلات المصريين للخارج بانخفاض كبير. تخيلي بقى المستقبل هيبقى شكله عامل ازاي اذا كان اوريدي انخفضت من 8.1 من 10 مليار في الثلاث شهور الى 4.5, فما بالك بقى المستقبل هيبقى شكله عامل ازاي بعد ما المصريين في الخارج يلاقي ان انا ما قداميش بديل. لو انا حبيت اغير الدولار بتاعي, طب وايه اللي يخليني انزل الدولار؟ طب ما خليني محتفظ بيه في الامارات ولا في السعوديه ولا في البحرين,
بدل ما نزله مصر. صحيح. فهنا من هنا هتبدا نتوقع ان تشهد انخفاض. هو بقى دكتور مصطفى مدبولي او اللي اعد الوثيقه دي بيقول لك احنا هنزودها بدءا من السنه دي 10%. خلي بال حضرتك هو عاملها كوميوليتيف، يعني عاملها تراكميه. ازاي؟ يعني السنه دي هو ناوي يزود سنه 24 هيزود الصادرات 20%، اللي بعدها 20% على 120%، واللي بعدها 20% وهكذا. فالنهار السنه دي لو ما حققش ال 20% مش هيعرف يوصل، مش هيقدر مش هيقدر يوصل للرقم دوت. طب ازاي هتعمل التحويلات؟ اذا كانت التحويلات بتقل، قناه السويس هو بيقول لي سيادتك انا ناوي يزود دخل قناه السويس 10%. الفريق اسامه ربيع عمل تصريحين. ايوه. تصريح قال ان دخل قناه السويس في يناير حتى الان قل 40%. صحيح. وتصريح قال ان حركه المرور قل 30%. لا قل 30%. وزود طبعا التعريفه، طبعا ده قرار خاطئ في وجهه نظري كراجل بتاع استثمار وبزنس، ده توقيت خاطئ جدا. انا بغض النظر عن ده، فانا النهارده الدخل بتاعك من قناه السويس بيقل 40%، وانت حاطط في الخطه انك ناوي تزوده 10%. السياحه ناوي يزودها 10% بدءا من السنه دي، هتزودها 10% ازاي وانت في حرب جنبك؟ حروب يعني مش حرب بس. ازاي؟ صحيح. فكل الارقام اللي هو حاططها هي اوهام ملهاش وسائل. مثال اخر بيقول لحضرتك ان هو هيعمل شركه استثمار يجذب منها مليار دولار من المصريين في الخارج. مين المصري؟ المصريين اللي هو هيحبسهم لو ما حولوش عن طريق البنك. ده حاجه. أيوة. بس هي في حاجه تانية، انا النهارده هل جو مصر هو جو استثمار؟ هل انا النهارده لما بشوف ان الناس بتخرج النهارده في خبر مش كويس. الشايع، مجموعة الشايع قفلت 60 فرع متجر ليها في مصر. مجموعة الشايع دي من أكبر المجموعات الاستثمارية في الوطن العربي. صحيح. عندها براندز كتيرة جدا. لما الشايع تخرج بره السوق المصري معناه إيه؟ إيه الرسالة اللي مبعوتها؟ من يومين كان ياسين منصور عامل حوار مع أحد القنوات العربية، وكانوا بيسالوه ياسين منصور صاحب بالم هيلز ومن اكبر رجال الاعمال ملياردير. ياسين منصور بيسالوه انت شايف الوضع ازاي؟ قال لهم احنا في مرحله الله اعلم. ايوه. قال لك انا تسعير الله اعلم. قال لك كده فعلا. مش بس لا مش بس التسعير، هو بيقول لك التسعير انا بعمل تسعيره على اساس 70 و80% من الزياده. يعني كل سنه بيزود ل 70 ل 80%، ده معناه ان التضخم الحقيقي من 70 ل 80%. بس هو بيقول لحضرتك كمان ايه؟ انا في مرحله الله اعلم، انا مش عارف انا رايح فين. فلما يكون واحد من اكبر رجال الاعمال في الوطن العربي بيقول لك انا في مرحله الله اعلم، فازاي انت حاطط في الخطه انك ناوي تعمل شركه استثمار هتجيب بيها مليار دولار؟ قيسي بقى على كده حضرتك كل اللي هو بيقوله. هو بيقول لسيادتك انا ناوي ان انا هصدر مليون عامل وموظف مصري جديد للخارج عشان اجيب بيهم عمله صعبه. فكره مش وحشه. طب ايه الاجراءات اللي انت عاملها؟ هل حسنت جوده التعليم؟ هل عملت تعليم فني؟ هل اوجدت مهارات؟ ده بالعكس، احنا عندنا ازمه كبيره جدا في التعليم، عندنا ازمه في ثقافه العمل، عندنا في ازمه في جوده. احنا كناس شغالين في شركات كثيره في الوطن العربي، للاسف الشديد، ودي انا اقولها، ان كفاءه العامل والموظف المصري بتتناقص. الجيل الجديد عندنا مشكلة في الجودة بتاعة المخرج اللي بيطلع من نظام التعليم ومن نظام الثقافة اللي موجودة في مصر. فبقينا نشوف ان الموظف التونسي او الاردني او الفلسطيني او غيره الجودة بتاعته بقت تنافسية، بعد ما كان المعروف ان الموظف المصري مميز، المحاسب المصري مميز، الطبيب المصري مميز، بدأنا نشوف ان لا، نتيجة للتدهور الحاد اللي حصل في التعليم خلال السنوات الماضيه، العشر سنوات الماضيه، بدانا نشوف ان المخرجات بدات تبقى فيها تدهور كبير جدا. طب ازاي انت ناوي تصدر مليون عامل جديد او مليون موظف او مصري يعملوا في الخارج؟ كلها يا استاذه دعاء احلام، اوهام لا توجد لها وسائل، وكلها غير واقعيه. صحيح. زي ما قلنا هي اوهام بالظبط او احلام.